مناسبة الذكرى 19 لخلاص سوريا من طاغي كبير وهو حافظ الأسد، بحب قل له يلعن روحك يا حافظ، وعقبال خلاص سوريا من ابنه بشار الأسد اللي قتل الشعب السوري واللي عمل فيه المجازر وارتكب أفظع الجرائم، وبحب قل له مرة تانية يلعن روحك يا حافظ. روحك يا حافظ بالواحد مين يعمل مجازر وقتل العالم، رجع هلأ ابنه عبسيه مجازر في العالم وبقتله وبهجره. بقول له مبروك عليك مرافقة فرعون وهامان وأبي أبو خلف كمان، هدول أحلى عشون وجاه في الدنيا كلها، وجوه مسلطنين في الدنيا وفي نار جهنم بإذن تعالى كمان إلى المقاعد نظامية. مبروكات علينا. خنزير حتى خنزير أشرف منه كمان، بس الباركي معه في نار جهنم شيء ممتاز. فرعون مين فرعناك؟ قام بطلع هذا ابنه حافظ أسد، وبشار هذا الشبل الصغير بس، ولكن الثورة السورية بإذن تعالى داسين على الأسد وعلى روسيا وعلى إيران وعلى حزب الكلب ما الشيطان الزميرة. يعني بحب أقول لك أنه ما بيجوز على الميت غير رحمة، بس هو الله يلعن روحه ويلعن حشيته كلها على هيك حاشية، يعني ما شو بدي أحكي أكثر منه، الله يلعن روحه ويلعن هيك حاشية، يعني الله يخلصنا من بيت الأسد كله كلهم كل هالحاشية الله يخلصنا منه، لأنه أكيد ممنوع. وشوف شو سووا بالبلد، شو سووا فينا وشردونا ومخيمات وهالأمور هاي، إن شاء الله هيك يا رب الله من فوق يدمرهم من عنده ولا يخلي واحد فيه. سام مجرم سفاح، يعني بكفي مجازر حما اللي سواها بأهلنا بحما، وبعد مجازر حما بتجي الدناسة هالخلفة المعفنة اللي خلفها وتركها بسوريا، شو بدك أكثر من هيك؟ رئيس وصل للرئاسة بانقلاب عسكري، خلى الأقليات تحكم الأكثرية، رئيس فاشل، يعني شو هو صار عنده دهاء وحنكة لكن سخر بالإجرام، بالنهاية قتل آلاف حما، حول سوريا لغابة لطائفته ولعائلته بالأخص، يعني سوى سوريا غابة ومزرعة يحصد منها هو وعائلته، صار عند ربه الله ينتقم منه وهيك ويغمق له ويكون في الدرك الأسفل من جهنم.